Terima kasih telah menonton! مرحبا اصدقائي متابعين قناه العربيه للشطرنج كيف الحال ان شاء الله الجميع يكونوا بخير معكم فراميس واليوم بنكمل بسلسله طرائف عظماء الشطرنج واليوم معنا عظيمين اثنين من النوع الثقيل انا مش راح اقول لكم مين هم لنهايه المباراه خليها مفاجاه ولكن بكف تعرفوا انه الاسود له افتتاحيات مسجله باسمه فرضيات وكتب في الشطرنج والجيمات او اللاينات اللي هو بيلعبها الى يومنا هذا تلعب من الجراند ماسترات في وقتنا الحالي او حتى من التوبريتد فتخيلوا انه كارسن رجبوف وميدياروف وجيري وكاروانا كلهم بيلعبوا فرضيات الجراند ماستر الاسود بس ايش اللي صار معهم بالجيم هذا الاثنين انا يعني عن جد هذا جيم جدا غريب خلينا نشوف شو صار معهم هون في الجيم الابيض بيبدا بنقله بنقلة 4 e 4 opening بيرد عليه e 5 نايت على الاف 3 وهنا البيدق على الاف 6 طبعا البيدق على الاف 6 نقله ضعيفه جدا يعني من العيب ان تلعب من الجراند ماستر بحجم الجراند ماستر الاسود هاي النقلة انقرضت مع النيزك اللي خبط الكرة الأرضية في الزمانات وطارت الديناصورات والحشرات والحيوانات زائد نقلة F6 هاي كمان طارت يعني ما حدا بيلعبها نقلة دفاعية هي ولكن ما حدا بيلعبها يعني هون عندك نايت تيكس على الاي 5 هون انت طبعا ما بتقدر انك تاخذ بالبيدق يعني ما بتقدر تاخذ النايت بالبيدق لسبب بسيط جدا انه هون الكوين بروح على الاتش 5 تشيك بتغطي انت في البون وهون طار البون اللي على خانة الاي 5 زائد انه انت مهدد القلعة وهيك يعتبر الجرم الجيم فرط بالنسبة للأسود تمام تمام صاحبنا هنا بياخد هنا بيغطي بالوزير او بيروح بالوزير على خانة الاي 7 بيرجع بالنايت على الاف ثري وهنا بيطالب البيدق المربوط على خانة الدي فايف بيحمل بيدق بون تكس بون بون تكس بون كوين تكس بون تشيك وهنا بيغطي بالبيشوب هنا بينزل بالنايت على السي 6 تبيت من صاحبنا الابيض وهنا بيشوب على الدي 7 نايت على السي ثري 3 مطالبا بالوزير وهنا الوزير بروح على خانة الجي 6 وهي كانت اخر مرة حنشوف فيها الوزير بعدها ما شفناهوش تمام نايت على الاي 5 نقلة منطقية جميلة يطالب فيها الوزير وبطلب فيها الفيل وبيطلب فيها النايت صاحبنا الاسود مش عارفين ايش اللي صار معه بالزبط راح قال له نايت تيكس نايت طبعا هنا يعني هاي مش بلندر هاي كانت ميستيك هاي كانت غلطة اوكي تمام هنا بيروح البيشوب على الإتش فايف والاصلا الـ يعني الوزير مربوط وانا صاحبنا يعني خلاص تفقع معاه بصير وجه لونه احمر عيونه بتدمع بصير ينزل منه عرق بصير ينزل منه دم من مناخيره يعني وضعه بصير سيء لانه هو غلط غلطة شنيعة وهو جراند ماستر اصلا يعني كان بيلعب على بطولة العالم حتى أنا مش متأكد هو أخذ بطولة العالم ولا ما أخذهاش بس غلطة زي هاي يعني ممكن أنا أغلطها أنت تغلطها واحد فينا يغلطها ألف وأربعمية ألف وثلاثمية بس واحد ألفين وسبعمية وشوي يغلط غلطة زي هاي unbelievable أبصر شو اللي كان صاير معه الجيم مش هو لحاله لسه الأبيض جاي الدور هلا بورجيكم شو صار معه المهم بيت صاحبنا الأسود وهون بيشوب تيكس الوزير بيشوب تكس كوين وهنا بون تكس بيشوب فتح عمود الاتش وهنا كوين على الاي تو البيشوب على الدي 6 نايت على الاي 4 بده ياخد الفيل اللي على المربعات السوداء وهنا نايت على الاف 3 مضحيا به عشان يفتح عمود الدي اذا صار مجال فعلا هذا اللي صار بون تكس نايت وهنا بيشوب تكس اتش تو بده يحاول يخلصها كشاكش وتعادلات ما اذا صار مجال كينج على الجي 2 وهنا بيشوب على الاتش 3 تشيك هنا او خلينا اورجيكم شغله هون انت ما بتقدر تاخذ البيشوب لسبب بسيط جدا اذا انت بتاخذ البيشوب هون بيكشف عليك ناستي ديسكفر وهون انت بتروح بالملك وين ما تروح وهون طار الوزير ورجع الوضع مش متعادل بس وافضليه كبيره للاسود تمام او حتى بكون فرط الجيم للابيض اللي حصل انه صاحبنا راح على خانه الاتش 1 هون رجع بالفيل على الاي 5 هون راح بالملك على الدي 1 وهون رجع تشيك بالفيل على اساس يكرر النقلات ولكن صاحبنا هون قال بديش يكرر النقلات انا عندي افضليه كبيره وراح بالوزير على خانه الاي 1 <applause> طبعا هون رجع بالفيل على خانه الجي 4 أعرفش كانت افضل انه يأخذ القلعة شو رأيكم اكتبونا اراكم بالتعليقات بس انا بشوف انه افضل كان لو اخذ القلعة هيك انا بشوف ما علينا المهم صاحبنا راح هون على خانة G4 وهنا الملك على خانة G1 بيشوب تيكس بون ونايت على G3 هون نايت على E7 وهناكوين كوين على E3 عمل فورك للبيشوب وعمل فورك للبيدق اللي على خانة الاي 7 تمام هنا رجع بالبيشوب على خانة c 6 وهنا صاحبنا الابيض أخذ, اخذ البون اللي على خانة الاي 7 طبعا هلا في نقلة هنا او يعني في هنا تشيك بيت للاسود انا وانت وتسعين بالمئة من المشاهدين ما راح يشوفوها بس واحد بحجم الجراند ماستر الاسود لازم شاف التشيك ميت هاي طبعا اذا انا متذكرها التشيك ميت هي بتبدا كالاتي الروك على الاتش 1 تشيك لازم هو ياخد بالنايت وهلا بيقول له بيشوب على الاتش 2 تشيك ما عندوش اي نقله اخرى الا انه ياخد هون بتيجي انت روك على ال H8 تشيك ترجع انت بالملك هون وهون عنده تشيك ميت طبعا بتقول لي انت ممكن انه يطلع هون بقول له خليه يطلع هاي عندك لحصان هون تشيك وين بده يروح مالوش غير يجي هون او هاي تشيك ميت تمام بس هاي القصص يعني انا وانت لاينات معقدة جدا صعب انه احنا نشوفها صراحة بس واحد زي الجراند ماستر الاسود يعني بسهله جدا عليه انه يشوفها انت قاعد تحكي على 2700 وشوي يعني بشوفها عرفت علي؟ فالمهم اللي حصل بالجيم انه هون صاحبنا لعب البون على البي 6 بيشوب على الاي 3 وهون نايت على الاف 5 بده البيشوب هون بيطلب البيشوب على الف 4 وهون نايت تيكس نايت على ال g3 وهنا البون تيكس بيشوب على الإي 5 هلا بطلت تنفع طبعا هاي اللي هي تشكات آه نزل بقي على الـ h1 تشيك الملك راح على خانة الاف f2 وهنا القلعة على الـ h2 تشيك طار الحصان وهنا القلعة الثانية على الـ h8 طبعا هو يعني اساس انه هو يعني يخلصك تعادلات تشيك تشيك تعادلات بس انا بت يعني بوجهه نظري بجوز ما تزبط المهم الوزير سوري الوزير راح على خانه ال A6 وهون الملك على ال B8 البي شوب على ال B6 وهون القلعه على خانه ال G2 تشيك هون آه الملك بيروح على ال F4 وهون بينزل بالقلعه على ال H4 تشيك أه هنا الملك بيروح على e 3 وهون القلعه على الاتش 3 تشيك طبعا هو أقول لكم شغله يعني هلا هو هنا بيروح بالملك على الاف 4 المفروض كجراند Master ابيض يعني مبين عنده عندك هلا انت هون تقريبا عندك checkmate جاهزه فوق بالطريق كابيض أه الوزير ضارب والفيل ضارب وامورك تمام ف هنا ابيض انت المفروض تسبح بالملك انت وتسبح 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 لما تيجي لخانه البي البي 4 بعد ما تيجي للبي فور انت بتقدر تلعب البون على السي 4 عرفتوا علي كيف إيه؟ فلما تلعب البون على السي 4 هيك التشيكات بتاعت الاسود خلصت وفي عندك تشيك ما جاي في الطريق فهذا اللي المفروض انه صار مع الابيض ولكن هنا صاحبنا تشيك تشيك وهنا الملك رجع على الاف 4 وهي كانت بلندر يعني القلعة على الاتش 4 تشيك وهنا الاثنين اتفقوا على التعادل فيعني الابيض كمان سوى غلطات كثير ولكن انه الابيض يعني يوصل لهاي مرحلة انه هو مش قادر يصبح بالملك لعند خانة السي 4 هاي كانت عن جد يعني لواحد جراند ماستر ابيض كمان هاي كانت مهزله فهذا يعني هذا الجيم جدا غريب من الجراند ماسترات جدا عنيفه الجراند ماستر الاسود راح نكشف هويته اللي هو تشروجن يعني انت قاعد بتحكي على جراند ماستر تفضل ميخائيل تشيغورين يا الله طلع والله آه تشيغورين يعني تشيغورين انت لما بتحكي على تشيغورين يعني هسه حاليا تسمعوا انتم المعلقين بتلاقيه بقول لك مثلا سيسيليان ديفنس تشيغورين <applause> فارييشن او في عندك افتتاحيه ثانيه له اسمها تشيغورين اوبننج تشيغورين اتاك حلو فتشيغورين يعني يعني جراند ماستر الى يومنا هذا كارسن بيلعب افتتاحياته ما ميديا افتتاحياته تشيغورين يعني معروف اي معلق اجنبي بتحضر مباراته بقول لك تشيغورين فارييشن والجراند ماستر الثاني ايمانويل شيفاريز كمان يعني جراند ماستر من الناس اللي لهم قيمات خرافيه جدا 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 يعني حتى لعب مع مورفي ولعب مع ناس كثير ثقيل بالشطرنج وله قيمات حلوه كثير يعني عرفتوا علي كيف مش عارف شو اللي صار معهم في هاي المباراه بس كانت مباراه جدا سخيفه من طرفين يعني على كل احوال لا نعرف ما هي الاسباب ولكن ممكن يكون السبب نعم انها المخدرات